دي تبقى لازم سياسه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، ان اللعيب ان الجمهور يبقى راضي عنها، بس مش اكتر من كده. اعمل اللي عليك في الملعب، وبعد كده كل حاجه بايد ربنا، يعني ربنا هو رايد كل حاجه، بس انت اجتهد. وفي الاخر جمهورنا بيقدر اللي بيجتهد، خلاص مفيش مشاكل، بيسقف له كل حاجه وتمام تمام. كم كانت ساعات يا كابتن اسلام، حتى لو احنا السنه اللي فاتت ما كناش يمكن على المستوى قوي، ولكن يحسب للعيبه الدور الثاني ان احنا شدينا على نفسنا، ان احنا عايزين ان احنا فقدرنا ان احنا نعوض اللي راح، ودي حاجه تحفه. ولكن انا اتمنى السنه الجديده لا، ان احنا بقى ايه والموسم نبقى جامدين. طب ايه رايك يا بركات بالمناسبه واحنا بنتكلم عن الموسم الجديد، ايه رايك في اختيار النادي الاهلي لريني فايلر كمدير فني؟ والله بص يا كابتن اسلام، يعني يمكن انا انت يعني انتوا يعني انت عارف اختلفت الاراء، يعني الاراء اختلفت كتير قوي في الموضوع ده. مظبوط. انا من الناس يا كابتن اسلام اللي انا بقول ايه، انت تعاقدت مع مدرب، انا راجل دلوقتي انا بتكلم كجمهور، انا استنى واشوف اداء ونتائج، صح، واصبر عليه، اصبر عليه ماتش واثنين وثلاثه وخمسه وسته وسبعه، صح يا كابتن، واشوف الراجل دوت الفرق ما بينه وما بين اللي قبله ايه. انا يمكن اعرف الفرق اللي ما بينه وما بينه قبله ايه في التمرين، من واقع علاقتي ببعض اللعيبه، بيكلموني بكلمهم وبتاع، بس انا في الاخر كجمهور يا كابتن اسلام مستني اشوف الفرق. ايوه. بس عشان بس ايه، يعني انا سمعت ناس كتير بتنتقد الفتره الاخيره، يقول لك السي في مش كبير، لا هو ما مرنش، اصله بيمرن من فتره قريبه، اصل كلام كتير. انا ما بمشيش مع الكلام ده يا كابتن. انا دلوقتي بستنى وبشوف بعد فتره وبعد ست وسبع ماتشات اداء الفرقه عامل ازاي ونتائجها عامل ازاي، وبناء على كده ابتدي احكم يا كابتن اسلام على الفرقه. الراجل ورد يبقى ناجح 100%، بص يبقى ارفع له القبعه. ما عنديش مشاكل خالص. فاحنا هننتظر الراجل هيعمل ايه خلال الفتره اللي جايه. طبعا يا كابتن اسلام لازم نديله فرصته. يعني لازم الراجل ده ياخد فرصته. اي مدرب بيجي على فرقه لازم ياخد فرصته. وانا اتوقع من وقت، بص يا كابتن اسلام، انت عارف ان احنا لينا علاقات، انت بتكلم لعيبه في الفرقه وانا بتكلم لعيبه، لان دي فرقتنا وده ناديه. بالظبط. احنا يعني في لعيبه بتتكلم، انا شايف الكلام، لا انا شايف الكلام ايجابي، بس انا شايف الكلام ايجابي ايه؟ من واقع التمرين. لسه المباريات يعني بقى. انا شايف كلام من واقع التمرين. انا بقى مستني المباريات الرسميه اللي هو تهمني وتهم كل جمهور بقى النادي الاهلي. مظبوط. مظبوط. انا بقى مستني اشوف الوضع، لو انا شفت بقى الكلام ده فعلا فارق، لا يبقى الراجل دوت بقى كويس. لو انا شفت الراجل دوت بعد كده نتائجه سلبيه وي وي والكلام ده كله، ده يبقى موضوع تاني ونتكلم فيه بعدين بقى كابتن. بس انا متفائل، انا كل ده بس اللي بطلبه من سعد وزمايله في الفرقه اللي هم زمايلي اللعيبه الكبيره او الصغيره، ان هم من الاول يا كابتن اسلام بس يشدوا، ما نفقدش حاجه، نلعب كل ماتش على ثلاثة بونت، نعمل نريح جمهور النادي الاهلي من البدايه، علشان يمكن الموسم اللي فات زي ما بقول لك، انا بكل صراحه انا هو كراجل اهلاوي وكراجل الاهلي، لا انا كابتن اسلام الدور الاول، لا الدور الاول السنه اللي فاتت ديت اللي احنا خدنا فيها الدوري هو ما كانش عاجبني خالص. صح يا كابتن. مظبوط. صح يا كابتن. كاداء كنتائج، ولكن اللي يحسب للعيبه ان هم قدروا يرجعوا الدور الثاني، جمعوا نار، قدروا ان هم يحققوا انتصارات، قدروا ان هم يرجعوا من الكام بونت اللي كان فرق، يرجعوا لحد ما حسموا البونت الدوري والثمانيه بونت، يعني فاهم يا كابتن اسلام؟ يعني برضه خد بالك لازم نفهم، تقول احنا في الاخر حسبنا الدوري بثمانيه بونت. وثمانيه بونت ده يعني ده كبير، يعني كتير، في ظل ان المنافس بتاعنا نادي الزمالك النادي المحترم، لا عمل موسم محترم، عمل يعني ماتشات كبيره، عمل، ولكن في الاخر يا كابتن اسلام احنا اللي عملنا في نفسنا كده من خلال ادائنا في الدور الاول. لا احنا مش عايزين نشوف كده يا كابتن اسلام السنه الجديده، احنا عايزين نشوف من اول الماتش زي اخر ماتش
عايزين النادي الاهلي دايما يعمل ماتشات يكيف جمهوره يبسط جمهوره. ثلاثة بونت في كل ماتش، نلعب الماتش ببطء كانه ماتشات كاس، ونحسم ونستريح بدري بدري. مع كامل الاحترام لكل الفرق اللي بتنافسها ان شاء الله. ان شاء الله كابتن مصر. النادي الاهلي جمهورنا هو بيستنى دايما بطوله الدوري وبيعتبرها البطوله المفضله ليا يا كابتن. ان شاء الله كابتن بركات. يا نجم اخبار ادهم ومرام ايه؟